الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام العلة. تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه. أقسام العلة. تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه. قدمنا في بحث شروط العلة أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، وأنه لا يصح التعليل بوصف إلا إذا كان ظاهرا منضبطا مناسبا. وبينا أن المراد بمناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة لحكمته، بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن يحقق المصلحة التي شرع الحكم من أجلها. ونقرر هنا أنه للاحتياط يشترط أن يكون الوصف المناسب مع ظهوره وانضباطه قد اعتبره الشارع علة بأي نوع من أنواع الاعتبار. ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغى. الملغى. نعم، أحسنت. وأنتم أيضا ألغوا النقطتين، هذا خطأ. النقطتان الموجودتان تحت رمز ياء خطأ، لأنه بهذا يصبح ماذا؟ المناسب الملغي. المناسب لا يلغي وإنما يلغى، المناسب الملغى، فأحذفوا النقطتين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن مد في عمرنا وبما أعطانا من الصحة والعافية حتى استطعنا أن نجتمع مرة أخرى مساء اليوم لمواصلة قراءتنا من ذلكم الكتاب الكبير الفائدة العظيم الفائدة، كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف عليه رحمة الله. اليوم نشرع في جانب آخر مهم، هذا الجانب يتعلق ب كما أسماء المؤلف هنا أقسام العلة أو أنواع العلة أو أشكال العلة. أنواع العلة أو أقسام العلة أو أشكال العلة، هذه العبارات كما نعرف أنها متقاربة، لكن الإتيان بها في هذا الباب بالذات له مدلول خاص، له مدلول خاص. القسم والنوع لا يوجد فرق بينهما، سواء قلنا أقسام العلة أو أنواع العلة، المعنى متطابق تماما، لكن كما سنذكره بعد قليل إن شاء الله، للأصوليين طرق كثيرة ومناهج متعددة في ما يتعلق بأنواع العلة وأقسام العلة. المؤلف هنا سلك طريقة، يعني هو رآها الأنسب، وغيره من الأصوليين قديما وحديثا قد يخالفونه في هذا المسلك. المؤلف هنا كما ترون جعل الأقسام أربعة،
يعني الفعل المناسب أو العلة المؤثرة، إما أن يكون مؤثرة أو ملائمة أو مرسلة أو ملغى. هذا مسلك، هذا مسلك. ويبدو لي والله تعالى أعلم أن هنالك مسلكا ربما يكون أكثر انضباطا ويقرب المعنى أكثر إلى طلبة العلم، فهذا قد يوجد فيه إشكال وتداخل بين نوع وآخر. فلذلك بعض المؤلفين يفضلون أن يسموا مثل ما ذكره المؤلف هنا، يسمونه بأشكال، أشكال العلة أو أمثلة للعلة، ليست أنواع وليست أقسام، يعني إنما من باب إيش؟ الشكل، بأي شكل قد تأتي العلة، أو مثال العلة قد تأتي بصورة كذا أو صور العلة. الطريقة التي أراها أضبط وقليل الإشكال، وهذا تجدونه كثيرا في الكتب القديمة، في كتب العلماء السابقين من الأصوليين، غالبا يضعون معيارين، ومن خلال هذين المعيارين يقسمون العلل إلى أربعة أقسام، كل معيار يتفرع عنه نوعان. نقول هذا المعيار إذا استعملته في تقسيم العلة سيعطيك النوع كذا والنوع كذا، ثم تنتقل إلى المعيار الثاني، وهذا المعيار أيضا يعطيك كم نوعا أو كم نوعين؟ نوعين، يعطيك نوعين. ما المعيار الأول؟ يقولون ننظر إلى العلة، سنأتي إلى ما ذكره المؤلف أيضا بالتفصيل، لكن هذه الطريقة أوضح. يقولون العلة ننظر إليها من حيث طبيعتها، من حيث الطبيعة، يعني ما طبيعة العلة نفسها. هذا المعيار يعطينا نوعين من أنواع العلة. قالوا إن العلة إما أن تكون عقلية أو شرعية، يعني لا 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 يوجد قسم ثالث. العلة إما أن تكون علة عقلية، وإما أن تكون علة شرعية. هذا معيار. المعيار الآخر قالوا اتركوا العلل العقلية، يعني ما لنا شغل، ما لنا اهتمام كبير بالعلل العقلية في أصول الفقه. أصول الفقه إنما هو شأنه في الشريعة، إنما قسمنا من حيث الطبيعة، طبيعة العلل إما أن تكون عقلية وإما أن تكون شرعية. الآن نأتي إلى العلل الشرعية كمعيار آخر، كيف نقسم العلل الشرعية؟ قالوا إلى قسمين، إما أن تكون علة منصوصة أو تكون علة مستنبطة. فبهذه الأقسام الأربعة تجتمع عندكم كل أنواع العلل. المعيار الأول إلى كم ينقسم وتنقسم العلل العلة بهذا المعيار؟ قسمين. ما هما؟ عقلية وشرعية. عقلية أو شرعية. المعيار الآخر هذا المعيار خاص بالعلل الشرعية، وهو هي التي تهمنا في أصول الفقه، إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. طيب نأتي نشرح هذه باختصار، العلة العقلية والعلة الشرعية. العلة من حيث هي، من حيث كونها علة.
العلة العقلية قالوا هي العلة التي تؤثر بنفسها، هي الوصف المؤثر بنفسه من غير جعل جاعل، من غير جعل جاعل، هي تلقائيا يعني تعمل عملا تلقائيا تؤثر بنفسها، لا تحتاج إلى فلان جعلها علة أو لم يجعلها علة، هي علة عقلية يعني العقول تدركها. قالوا هذه علل عقلية. ما مثال ذلك؟ قالوا كالحركة، حركة المتحرك. قالوا كحركة المتحرك، وجدت شخصا يتحرك، طيب ما علة تحركه؟ الحركة. يعني كلما وجدت الحركة نجد متحركا، فلماذا أصبح متحركا؟ لوجود إيش؟ حركة. إذن هذه علة عقلية، عقلية يعني هكذا. من الأمثلة يقول قالوا أيضا كالإحراك بالنسبة للنار، كالإحراك بالنسبة للنار وما أشبه ذلك. إذن هذه أمور إيش؟ عقلية، علة عقلية. النار تحرق ليش؟ للإحراق. الحركة هي علة التحرك. إذا وجدت شخصا متحركا قالوا لماذا تحرك؟ لوجود علة فيه. ما هي العلة؟ الحركة. إذن هل كل هذه تحتاج إلى دليل شرعي حتى تدركه؟ من غير جعل جاعل لا تحتاج إلى البحث عن لماذا أصبح هذا الوصف علة، لماذا لم نجعل ذاك علة، هي مجرد اعتبارات أو مجرد اعتبارات عقلية، لذلك سموها بالعلة العقلية. ما هي العلة الشرعية؟ باختصار هي التي أصبحت أصبحت علة بجعل الشارع، العلة العقلية بنفسها تؤثر بنفسها. طيب العلة الشرعية كما ذكر المؤلف هنا، لذلك قلت الأمور هذه تتداخل، كل ما ذكره المؤلف تدخل في هذه. انظروا قرأت شيئا لما قرأت الآن استمعت لي، قال المؤلف لا بد من اعتبار الشارع، أين قال هذا؟ وإذا اعتبره الشارع نعم بأي نوع من أنواع الاعتبار. نعم يعني العلة الشرعية لا بد من اعتبارها علة من قبل الشارع، هذا معنى كونها علة شرعية. أي لماذا أصبحت علة؟ لأن العقول تدرك ذلك؟ لا لا، العقول لا تدركها، وإنما لجعل الشارع إياها علة، فلذلك أصبحت علة شرعية بخلاف العلة العقلية. الإسكار موجود من يوم وجد الخمر، الإسكار موجود من يوم وجد الخمر، لكن قبل أن يحرم الله الخمر هل نقول إن الإسكار علة لتحريم النبي إذا تخمر؟ لا، انتظرنا حتى وجدنا الشارع يجعل هذا الوصف علة لحكم شرعي. إذن هذه علة عقلية أم علة شرعية؟ هي علة شرعية، واضح؟ هذا يعني ضروري تدركونه، يعني العلة العقلية تؤثر بنفسها، أما العلة الشرعية فلا بد من أن نجد أن الشارع قد جعلها علة، يعني وإلا كما مثلت لكم بالإسكار الآن موجود أصلاً، لكن متى أصبح علة للتحريم؟ بعد جعل الشارع إياها أو إياه علة للتحريم، فحينئذ أصبح علة شرعية. هذا تجدونه كثيراً في الأبحاث الأصولية، كون الشيء هل هو يؤثر بنفسه من غير جعل
الشارع أم لا بد من جعل الشارع من أقرب شيء إلى هذا من المباحث الأصولية لعلنا نأتي إليه أيضا لا أدري هل تجاوزناه مسألة الحسن والقبح العقليان العقليين أو يسمونه بماذا التحسين والتكديح العقليان هذه من المسائل الأصولية من المباحث الأصولية التحسين والتقبيح العقلي يعني هل العقل يحسن بنفسه هل العقل يقبح بنفسه أو لا نقول العقل لا دور له في التحسين ولا في التكبيح ماذا تقولون أنتم هل العقل يحسن هل العقل يقبح أم لا دور للعقل في التحسين والتكبيح ماذا تقولون لا دور إذن العقل يحسن والعقل يقبح هذا قول المعتزلة المعتزلة هم الذين يركزون يؤيدون التحسين والتكبيح العقلي كل شيء عندهم بالعقل لماذا الصدق صار حسنا لأن العقل حسنه الكذب لماذا صار قبيحا لأن العقل يقبحه طيب أليس هذا صحيحا صحيح يعني من يوم وجد الخلق لا توجد أمة من الأمم السالفة انقلب الأمر عندها فأصبح الصدق قبيحا والكذب حسن هل سمعتم بهذا قط ولن يكون يعني المجتمع النيجيري والمجتمع الغربي الأمريكي والبريطاني المجتمع المسلم والمجتمع الكافر الصدق حسن والكذب قبيح إذن من هذه الناحية العقل يقبح و يحسن لكن حتى لا نقع فيما وقع فيه المعتزلة مسألة التقبيح والتحسين العقليين عند الأصوليين فيها ثلاثة أقوال القول الأول هو ما حكيت لكم المعتزلة يقولون أبدا ما نحتاج إلى دليل على أن الصدق حسن ولا على الكذب قبيح يعني هذه أمور تدرك بالعقول في مقابلهم الأشاعرة مذهب الأشاعرة في باب التحسين والتكبيح العقليين تماما ضد عكس مذهب المعتزلة قالوا لا دور للعقل ما الذي يحسن الشرع ما الذي يقبح الشرع هذا مذهب الأشاعرة والحق بخلاف المذهبين الحق خارج عن المذهبين بالإنصاف لذلك القول الوسط وهو الذي عليه بعض الأصوليين من أهل الحديث قالوا نعم العقل يقبح ويحسن هذا لا ينكره أحد إلا مكابر كما ضربت لكم مثالا انظر إلى تاريخ البشرية وانظر إلى المجتمعات كلها يعني تجدون بعض الخصال حميدة وحسنة وبعض الخصال مذمومة وقبيحة لكن ما القول الوسط؟ قالوا يا أيها الأشاعرة قولكم بأن العقل لا دور له في التكبيح والتحسين هذا غير صحيح ويا أيها المعتزلة قولكم بأننا لا نحتاج إلى الشرع في التكبيح والتحسين هذا أيضا خطأ كبير ولكن الصواب أن العقل نعم يحسن العقل يقبح لكن هل يترتب عليك جزاء ولا عقاب متى يترتب عليه جزاء أم عقاب بوجود الشريعة بوجود الشرع إذن الشرع هو الذي يعني يجعل الكاذب مستحقا للعقاب
ويجعل الصادق مستحقا للثواب. إذن بهذا تجتمع المذاهب، وهذا القول الوسط ينسب إلى الماتريدية، ولكن كما قلت لكم هو قول بعض علماء أصول الفقه من أهل الحديث، وقفوا كما هم يقفون دائما وسطا بين التفريط والإفراط. بعض الناس لا يدركون هذا التفسير، يقولون لا المعتزلة قالوا العقل يقبل ويحسن، هذا غلط. نعم غلط، لكن ما قاله الأشاعرة أيضا ليس صحيحا، أن العقل لا دور له، العقل لا يفرق بين ما هو حسن وما هو قبيح، هذا غير صحيح. بل الصحيح أن العقل نعم، يعني الناس الآن حتى الذين لم تصل إليهم الرسالة هم على في طبيعتهم يدركون أن من عمل كذا فعمله حسن ومن عمل كذا فعمله قبيح، لكن حتى لا نتجاوز الحج الآن في عالمنا المعاصر الآن وجدنا الناس في بعض المجتمعات يحسنون بعض الأعمال القبيحة، هنا دور الشرع، هنا دور الشرع. قل أنتم تحسنون زواج الرجل من الرجل وقد قبحه الشرع، فهل هو قبيح أم حسن؟ قبيح. هو قبيح. إذن الشرع دوره مهم في معرفة الحسن والقبيح، وهذه كلها كما قلت لكم ما الذي أدى بنا إلى هذا كله؟ أن العلة الشرعية صارت علة بإيش؟ بجعل الشارع الصدق أصبح حسنا بجعل من؟ بجعل العقل؟ بجعل الشارع. يعني نعم العقل يدرك، لكن إدراكه هذا لا معنى له، لا يترتب عليه لا عقاب ولا ثواب، حتى نجد أن الشرع فعلا حسن هذا فيثاب عليه، أو أن الشرع قبح هذا فيعاقب عليه. أعطيكم مثالا آخر، في مجتمعنا اليرباوي هل يقبحون أو يحسنون البروك للكبار؟ يحسنون ولا يقبحون؟ يحسنون. هذا تحسين عقلي، هذا تحسين عقلي. كيف الولد صغير يقف أمام رجل كبير مثل أبيه؟ إذا حسنوه عقلا. لكن فلذلك لا، التكبيح والتحسين العقلي فقط لا يكفي، لابد أن نعرف معرفة رأي الشارع. فما قبحتموه إذا حسنه الشارع هل هو حسن أم قبيح؟ هو حسن. إذا حسنه الشارع ما قبحتموه، إذا ما حسنتموه إذا قبحه الشارع. طيب بالنسبة لنا نحن أتباع الشريعة هل هو قبيح أم حسن؟ قبيح. هو قبيح. طيب الناس الآن في مجتمعنا اليرباب يقبحون البول قائمة، التبول قائمة، إذا وجدوا ولدا الآن يبول كافر، يبول مثل الكفار يعني. أليس كذلك؟ من أين له هذا؟ بالعقل. هذا تحسين وتكبيح العقل. لكن نقول لا، ننظر هل قبحه الشارع أم حسن. نحن لا ننكر أن العقل يدرك ما هو حسن ويدرك ما هو، لكن ترتب العقاب والثواب لا يستطيع العقل فعل ذلك، وإنما الشارع هو الذي يجعله محلا للعقاب أو محلا للثواب. فنقول لا، في الحديث الصحيح أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباتة قوم فبال قائما. إذن هذا الشر، هذا شر لم يقبح، وما لم يقبح شر فليس بقبيح. إذن هذا من باب أن تفهموا الفرق بين إيش؟ العلة العقلية والعلة الشرعية. العلة العقلية بنفسها تؤثر كحركة المتحرك، كالإحراك بالنسبة للنار وما إلى ذلك.
أما العلة الشرعية اعتبارها متوقف على الشرع لا بد، وإن كان كما قلت لكم موجود هو وكان موجودا الوصف موجود في الخمر، لكن نحن لا نعتبره علة لا للحلال ولا للحرام حتى يأتي دليل شرعي. وقريب من هذا مسألة إيش؟ التحسين والتكبيح العقليين، كما قلت لكم هي من المسائل المهمة في من مسائل علم أصول الفقه. نعم. طيب أطلنا في هذا، ذكرنا معيار، بقي المعيار الآخر. المعيار الثاني ما هو المعيار؟ انتهينا من هذا الآن. من حيث الطبيعة العلة إما أن تكون عقلية وإما أن تكون شرعية. طيب العلة الشرعية معيار آخر، قالوا إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. ما هي العلل المنصوصة؟ جاء النص، إما صريح نص صريح أو نص ضمني، قد يأتي النص ضمني بالإشارة كما يقول الأحناف، لكل نص عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص في نص النص الواحد. انظر مقدرة الفقهاء، يستنبطون من نص واحد أربعة معاني. الفقهاء الأحناف يقولون هذا النص له عبارة، عبارة النص، وله إشارة النص، وله دلالة، دلالة النص، وله اقتضاء، قالوا اقتضاء النص. فبأي صورة دل النص على علة هذا الذي يسمونه بالعلة المنصوصة. مثال ذلك الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه علة منصوص عليها أننا شرعنا كذا، لماذا؟ كي لا تكون دولة، لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة، هكذا الآية، لئلا يكون للناس عليكم حجة، هذه علة، يعني هذا الأمر لماذا كان هكذا؟ لئلا. إذن هذه كلها تسمى بالعلل المنصوصة. طيب هل العلة كلها منصوصة؟ يعني لا نعتبر وصفا علة إلا إذا وجدنا النفس؟ لا، ليس كذلك. ولذلك قالوا القسم الثاني العلة المستنبطة، أي لا يوجد نص، لا صريح، لا نصا صريحا ولا نصا ضمنيا، لا بالإشارة ولا بالدلالة ولا بالاقتضاء، لم نجد. فهذا يتطلب أن يجتهد مجتهد، هنا يأتي دور الأصول، يأتي دور المجتهدين، فهم الذين يدركون العلل المستنبطة ويستنبطونها يستخرجونها، فهذه تسمى بالعلل المستنبطة بخلاف العلل المنصوصة. هذا المسلك لعله يكون أوضح لكم، وستجدونه تجدون المسلك في كثير من كتب العلماء القدامى عليهم رحمة الله. لكن ما ذكره المؤلف أيضا طريقة أخرى لا مشاحة في الاصطلاح، وكلها ستجدون أنها تجتمع في الأخير. الآن اقرأ الأقسام الأربعة أو الأشكال الأربعة. ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة. نعم. المناسب المؤثر. نعم. والمناسب الملائم. نعم. والمناسب المرسل والمناسب الملغى. نعم. وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسبة إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر، وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم، وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار نعم. ولم إيش؟
فيه خطأ ولم يلغى ولم يلغى اعتبار ماذا عندكم ولم يبغي لا هذا خطأ نعم ولم يلغى إما ولم يلغي أو لم يلغى كله صواب أما لم يبغي ولم يلغى اعتباره ولم يترتب حكما ولم يرتب حكما على وفقه نعم. فهو المناسب المرسل نعم. وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى. طيب انظروا الآن الأمثلة بالأمثلة تتضح الأمور. ما هو المناسب المؤثر؟ قال إذا اعتبره الشارع بعينه، هذا كأنه علة منصوصة، كأنها علة منصوصة، يعني إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه، يعني ما سموه غيره بالعلة المنصوصة هو هو يعني يسميها ويسميه بالمناسب المؤثر ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. طيب وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم. نعم. وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع طيب الملائم هذا يدخل في المستنبط، يعني لم نجد الشارع ينص عليه بعينه أن هذا وصفا أن هذا الوصف مؤثر في الحكم أو أنه علة للحكم. طيب القسم الثالث وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يلغ اعتباره ولم يرتب حكما على وفقه فهو المناسب المرسل. طيب يقول المناسب المرسل لم نجد نصا عليه، لم يعتبره الشارع بعينه ولا بأي نوع من أنواع الثلاثة التي سيذكرها المؤلف، لكن الملحظ هنا أن الشرع لم يلغي لم نجد شيئا يقول لا هذه العلة غير معتبرة، إذن يصبح ماذا؟ وصفا مرسلا أي معلقا، وصفا معلقا، لا ما وجدنا شيئا يعتبره ولا وجدنا شيئا يلغي فهو معلق أو مرسل. نعم. وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى. طيب إذا وجدنا الشارع بأي طريقة من الطرق يدل على أن هذا الوصف ملغى غير معتبر، هذا يسمى مناسب ملغى، بل لا يكون علة شرعية، قد تكون علة عقلية ولكنها لا تكون علة شرعية. وقد اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المؤثر وبالمناسب الملائم. نعم. وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى. هذا الذي قلنا، يعني المناسب الملغى لا يكون علة شرعية. نعم. واختلفوا في صحة التعليل بالمناسب المرسل، وهذا بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها. نعم. إذا نقف هنا الآن أجمل لكم الأقسام الأربعة أو الأشكال الأربعة، ثم يأتي يفصل فيها ويضرب لكم أمثلة من باب التقريب والتوضيح، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم سؤال. نعم. تسمع من؟ نعم. اقترب منه. لا اسمع. الترك لا يفيد التحريم. لا. قاعدة أصولية. واصل الكلام.
هذه ليست قاعدة أصولية. الترك لا يفيد التحريم. على كل حال هذا الكلام يعني ينظر إليه من عدة نواحي. المسألة الأصولية إذا أردنا أن ندخل إلى المسألة من باب علم أصول الفقه، المعروف في علم أصول الفقه أنهم يبحثون مسألة هل الترك فعل أم ليس بفعل، هل يعتبر الترك فعلا أم ليس بفعل. هذه مسألة مبحث أصولي يبحثون فيه الأصوليون، لهم مباحث معلومة. من مباحث الأصول هل يعتبر الترك فعلا أم ليس بفعل، يعني حتى نضع الأمور في نصابها إذا أردنا أن ندخل من باب علم أصول الفقه. والشيخ محمد الأمين الشنكيتي عليه رحمة الله بعدما بحث هذه المسألة بحثا مستفيضا توصل إلى أن الترك يسمى فعلا، توصل إلى أن الترك يسمى فعلا، واستدل على ذلك من ضمن ما استدل به عليه ما حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أيام كانوا يعملون في بناء أظن المسجد النبوي أو أحد الأبنية الأولى في المدينة المنورة. حكي أن أو روي أن الصحابة كانوا ينشدون شعرا فيما بينهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل، إذا تركنا العمل قالوا فذاك منا العمل المضلل. إذن الصحابة اعتركوا الترك عملا فعلا. على كل حال هذه مسألة كما قلت هي مسألة أصولية، لكن ما يريده صاحبكم غير هذا، ويريد غير هذا، يعني الترك لا يوجب التحريم. نقول هذا كلمة، هذه كلمة حق أريد بها الباطل. نعم، مجرد الترك لا يفيد التحريم، هذا يبحث في مباحث البدعة في علم العقيدة، أن متى يصبح الأمر بدعة، أن هل يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا فمجرد تركه إياه أصبح هذا العمل أو هذا الشيء أصبح بدعة أم لا. هذا الذي يقوله العلماء، قالوا لا بد من توافر شرطين، لا بد من توافر شرطين فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا بد من وجود مقتض وانتفاء المانع، لا بد من وجود مقتض وانتفاء المانع. مجرد الترك لا يفيد التحريم إلا إذا تحقق فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود ما يقتضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع أنه لم يوجد مانع من تركه، مع ذلك تركه قصدا. إذن هذان الشرطان إذا توافر في الترك في تروك النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الترك مقصود، هذا الترك مقصود. فالمطلوب من المؤمن من المكلف أن يتركه لوجود ما يقتدي، مع وجود المقتدي تركه، مع عدم وجود المانع تركه. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، هل يوجد مقتد أو لا أم لم يوجد؟ إذا كانت هنالك حاجة للأذان والإقامة في الصلوات المكتوبة التي يحضرها ربما 10، 20، 30، 5، طيب صلاة العيد التي يشهدها المئات أليس من باب أولى؟
إذن مقتد قوي وجد ما يقتدي، مع ذلك ترك. هذا يعني أن الترك هو المطلوب. الترك هناك يفيد التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود مقتد. طيب، مثال لانتفاء المانع في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولا جعلت له بابا في المشرق، ولا سويت بابه بالأرض كما كان في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام. فلماذا لم يفعلوا؟ لماذا تركوا؟ لوجود مانع. صرح بوجود المانع: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر. طيب، إذا اقتضى حاجة أن نهدم الكعبة اليوم ونعيد بناءه، هل يحرم؟ لا يحرم، إذا انتفى المانع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح، لم يواصل صلاة التراويح في جماعة، لم يسمح لهم بالاقتداء به في جماعة لما أرادوا، لكن علل لذلك بإيش؟ خشية أن تفرض عليه. إذن هذا ماذا؟ ماذا تسمونه؟ ما هذا؟ مانع. هذا مانع، خشية أن تفرض عليه. طيب، إذا زال هذا المانع يجوز أن نقيم التراويح جماعة لزوال لانتفاء المانع. هذا الذي يقوله العلماء. أما الذي يريد أن يجعل هذا وسيلة له لإقرار البدعة فعليه أن يتقي الله عز وجل، ولعلنا نكتفي بهذا، الوقت مضى الآن، تجاوزنا الساعة السادسة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإياكم.